شرفتونا ونورتونا في افتتاح كوستا كوفي من صناعات الغانم في سلطنة عمان. هذا أول فرع لنا في مول أوف عمان، في خطة توسعية جميلة جدا. احنا راح نفتح ان شاء الله في الأسابيع الغريبة في مول أوف أفنيوز، وعندنا درايف ثرو ان شاء الله فاتحين في قريب. كوستا كوفي براند معروف غني عن التعريف، صار له 50 سنة. يبين لكم الجودة والكواليتي أو الإكسبيرينس، الكونسيستنسي، الثبات في التقديم، الهاند كرافتد كوفي، يعني كل شيء مصنوع من اليد. الحليب اللي نستخدمه حليب مزج، البدائل للحليب متوفرة لجميع الأذواق، الأكل اللي معانا اللي نوفره لجميع الأعمار. للأمانة يعني الفود سين والكوفي سين في سلطنة عمان رافع السقف لنا إحنا، عساس نقدم لكم أفضل حلة للزبائن. شرف أن صناعة الغانم في سلطنة عمان لها حقوق كوستا كوفي في الكويت، المملكة العربية السعودية، قطر، والحين أول فرع في سلطنة عمان. عندنا تطبيق الولاء Loyalty Application، تطبيق جميل جدا، الواحد ينزله وهو واقف بالمحل يستلم Redemption Free Products، يشجع للرياضة، تسجل خطواتك تستلم قهوتك ببلاش، تشتري قهوة الخامسة والسادسة قهوة ببلاش. Loyalty Application جميل جداً.